مرحبا جميعا، اسمي أحمد أبو عمر. I am a CTO co-founder في company اسمها بريدي. اليوم راح نحكي عن how to build mobile apps with web technologies باستخدام كوردوفا والايونيك فريمورك. Okay. So افرض انه اي واحد بيجي يعمل ويب بيعمل ابلكيشن، اول شيء راح يفكر فيها انه راح يعمل نيتف ابلكيشن. طبعا بالنسبه للنيتف ابلكيشن بيرفورمانس والسبيد يعني شيء ممتاز جدا، وبتقدر انت تعمل اكسس على ديفايس اي بي ايز مثل الكونتاكتس، الكاميرا، الجيروسكوب اتسترا. طيب بس شو الشيء اللي مش منيح في النيتف ابلكيشن؟ انه انت اذا بدك تبني نيتف ابلكيشن لازم يكون عندك بروفيشنسي بايش بلاتفورم انت بدك تعملها تارجتنج. يعني بالنسبه للاي او اس لازم تكون بروفيشنت بالاي او اس، بالاندرويد لازم تكون بروفيشنت بالاندرويد، لو كمان بدك تعمل تارجتينج للويندوز فون بدك تكون كمان بروفيشنت بالويندوز فون. بما انه انت لازم تكون بروفيشنت بكل واحد من هذول، فراح يكون عندك لازم يكون عندك سيبرت كود بيس. يعني انت بدك تبني ابلكيشن واحد، لازم تبني ابلكيشن على الاي او اس، لازم تبني ابلكيشن على الاندرويد، ولازم تبني كمان على الويندوز فون. اي فيتشر اضافيه بدك تضيفها لازم كمان تضيفها على كل كود بيس. هذا الاشي بخلي عمليه الديفلوبمنت النيتف ابلكيشن تايملي واكسبنسيف. اوكي طيب شو البديل عن النيتف ابلكيشن؟ البديل عن النيتف ابلكيشن ان انت بس تعمل ويب سايت او ويب ابلكيشن تخليه ريسبونسيف بحيث انه يشتغل على اي فورم فاكتور سواء كان موبايل او تابلت او اي شيء اخر. بهالحاله انت بتحصل على سنجل كود بيس، يعني انت بتكتب الكود تاعك بال HTML وال CSS وال JavaScript only once، وهو بيشتغل على كل الموبايل براوزرز. طيب شو الديس ادفانتجز تاعت هذا الابروتش؟ الديس ادفانتجز انه عادة بالنسبة للنيتف ابلكيشن الويب ابلكيشن بتكون ريليتيفلي سلو، ما بتقدر انت تعمل اكسس على ديفايس اي بي ايز، ما بتقدرش تعمل ديستريبيوشن للاب تاعك على الاب ستور زي الاب ستور والجوجل بلاي. طيب كيف ممكن انا اخذ الادفانتجز تاعت الريسبونسيف ويب سايت والادفانتجز تاعت النيتف ابلكيشن واحطهم مع بعض بس احصل على كل هاي الادفانتجز اونلي وانس؟ الحل هو شيء اسمه هايبريد ابلكيشن. هايبريد ابلكيشن هو انت بتكتب السنجل كود بيس واحده في الاتش تي ام ال والسي اس اس والجافا سكريبت، وبنفس الوقت بتقدر انت تعمل اكسس على ديفايس اي بي ايز، وكمان بتقدر انت تعمل له ديستريبيوشن على الاب ستورز. الهايبرد ابلكيشن في عنا تكنولوجي اسمها كوردوفا رح نتعرف عليها حاليا. هاي التكنولوجي اللي بنستخدمها عشان نعمل هايبرد ابلكيشن. شو يعني كوردوفا؟ شو الاناتومي تاعت الكوردوفا ابلكيشن؟ ببساطه الكوردوفا ابلكيشن بس عباره عن نيتف ابلكيشن في شيء واحد، هذا الشيء الواحد اسمه ويب فيو. هو عباره عن ويب براوزر بس ما عنه الاشياء الاضافيه تاعت الويب براوزر زي اللوكيشن بار، زي الباك والفورورد، هاي كلها مش موجوده. طبعا بالنسبه للويب فيو بتكون هي ماخذه من النيتف ابلكيشن 100% ويب 100% هايت، بحيث انك انت كيوزر ما بتشوف الا بس الويب فيو. طبعا الابلكيشن بتكتبه انت في ال HTML وال CSS في الجافا سكريبت. اوكي زي ما حكينا طبعا الويب فيو بالنسبه لليوزر بتاخذ الفول سكرين كمان. اوكي كيف طيب انا ممكن اعمل اكسس على الديفايس اي بي ايز؟ الكوردوفا بتوفر لي عده شغلات. مثلا اذا بدي ادخل على الكونتاكتس بتوفر لي بلجن للكونتاكتس بستخدمها بضيفها على الابلكيشن تاعي بقدر ادخل على الكونتاكتس. بدي ادخل على الكاميرا بضيف بلجن للكاميرا بقدر ادخل على الكاميرا دايركتلي. بعد ما اخلص الديفلوبمنت للابلكيشن تاعي عمليه الديستريبيوشن على الاب ستور هي العمليه العاديه نورمال ديستريبيوشن. بدك تعمل ديستريبيوشن على الاب ستور على جوجل بلاي او اي ستور انت بدك اياه، ما بتختلف عن النيتف ابلكيشن باي شيء هون. اوكي حكينا احنا عن الادفانتجز تاعت النيتف سوري على الهايبريد ابلكيشنز. كمان مره الادفانتجز انه سنجل كود بيس اكسس على ديفايس اي بي ايز وديستريبيوشنز على الاب ستور. طب شو الديس ادفانتج تاعتها؟ الديس ادفانتج الموست امبورتنت ديس ادفانتج انه هي سلو، يعني مقارنه بالنيتف ابلكيشن سلو. بس الاشياء حاليا قاعده بتتغير مع التطور التكنولوجي. اوكي لو نطلع هون راح نشوف سامبل داتا بالنسبه للايفون بسنه 2007 البروسيسنج 650 ميجا هرتز مع 128 ميجا بايت رام، حاليا بال 2015 1.4 جيجا هرتز مع 1 جيجا بايت رام. القصد من هاي السامبل داتا انه الديفايسز الموبايل ديفايس كل ما بالها بتتطور. بالنسبه للسوفت وير تاع الموبايل ديفايسز في عندنا البراوزرز اللي على الموبايل زي السفاري او الكروم، حاليا كل ما بالها بتتطور وكل ما بالها انها بتكون مور ستاندردز كومبلاينت وبتكون كل ما بالها اسرع. قبل ما اكمل احكي عن النقطتين اللي هون خليني احكي شوي كيف الكوردوفا بتشتغل. اذا انت بدك تعمل كوردوفا ابلكيشن على الاي او اس هي بتاخذ البراوزر تاع الاي او اس اللي هو سفاري، يعني الويب فيو تاعتك راح تكون سفاري. اذا انت شغال على اندرويد راح تاخذ هي الويب فيو الديفولت ويب فيو قبل الاندرويد
4.4 كانت مش عارف شو اسمها الويب فيو، بس كانت بطيئة جدا وستاندرد كومبلاينس تاعها سيء جدا. حاليا بعد الاندرويد 4.4 هم صار عندهم الويب فيو كروميوم بيست واللي هي شبيهة جدا بالكروم براوزر، سريعة جدا ومور ستاندرد كومبلاينس. في كمان عندنا شغله حلوه جدا قاعده بتصير اللي هو انه الاي او اس والاندرويد ديفلوبرز سوري الاي او اس والاندرويد يوزرز كل ما بالهم بحبوا انه يكون عندهم اللاتست فيرجن من السوفت وير تاعهم. طبعا كل ما كان عندك انت اللاتست فيرجن راح يكون عندك اللاتست فيرجن من البراوزر، كونسيكوينتلي راح يكون عندك اللاتست فيرجن من الويب فيو. هون راح نشوف سامبل داتا عندنا بالنسبه للاي او اس 8 ادوبشن، اللاتست فيرجن كل ما بالها بتطلع. نفس الشيء عندنا بالنسبه للاندرويد 4.4 السوفتوير ادوبشن كل ما باله بيطلع. فعلى سبيل الهاردوير والسوفتوير كل ما باله الهاردوير بتطور وبنفس الوقت السوفتوير بتطور، وهذا الاشي طبعا اكيد من مصلحة الهايبرد ابليكيشن. اوكي بعد ما عرفنا كل هاي الشغلات كيف انا ممكن اعمل الهايبرد ابليكيشن تاعي او الكوردوفا ابليكيشن تاعي؟ اوكي 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 بالنسبه للكوردوفا ابلكيشن هو ويب ابلكيشن عادي، فانت بتقدر تستخدم اي ويب فريم ورك زي جاك كويري، باك بون جي اس، وانجلر جي اس. هذول الفريم وركس رائعين جدا، بس الباك بون والجي اس والانجلر جي اس هم بس اركيتكتشرال فريم وركس. شو يعني؟ يعني هم بيوفروا لك الاركيتكتشر تاع الابلكيشن تاعك كيف تبني، بس ما بعطوكم يو اي، ما بعطوك ويدجتس ولا اي من هاي الشغلات. السنشا والكندو يو اي والايونيك فريم ورك على عكسهم، هم بعطوك بالاضافه للاركيتكتشر كمان بعطوك ويب فيو سوري بعطوك UI views و UI components. ليش احنا اخترنا الايونيك فريم ورك عشان نحكي عنها اليوم؟ لانه هي شاول كند يو اي بسن شاول كند يو اي بمصاري وما اظن انهم اوبن سورس. اوكي ليش اخترنا كمان ايونيك؟ الايونيك فريم ورك لما اجوا بنوها الجماعه هذول بنوها بحيث انها تكون مشابهه جدا في الامبلمنتيشن للنيتيف اس دي كي زي الاي او اس اس دي كي والاندرويد اس دي كي. فعلى سبيل المثال هم بعطوك في كومن يو اي وفيوز، بعطوك كمان نافيجيشن وستاك هيستوري ترانزيشن وجسترز. هاي الشغلات كلياتها مجتمعه ما بتقدر انت تلاقيها باي فريم ورك مصمم للكوردوفا. اوكي طبعا الايونيك فريم ورك مبنيه على لاتست ستاندردز HTML5 CSS3 وجافا سكريبت. بالنسبه للايونيك فريم ورك هي عباره عن ايونيك فريم ورك بنوها ان توب اوف انجولار جي اس. يعني هم شو عملوا؟ جابوا لك شويه دايركتيفز جاهزات عملوها خصوصي للموبايل، وهي هي الايونيك فريم ورك بالاضافه لليو اي فيوز. طبعا الانجولار جي اس ذا موست بوبولار جافا سكريبت فريم ورك اب تو ديت. اوكي كمان هاي الشغله كمان حكينا عنها، الايونيك فريم ورك مصممه خصيصا انها تشتغل مع الكوردوفا. يعني هاي مش مصممينها انها تشتغل على ديسكتوب او لابتوب كمبيوتر، هي مصممه خصوصا انها تشتغل الكوردوفا ابلكيشنز. بالنسبه للديس ادفانتج الرئيسيه اللي حكينا عنها في الهايبريد ابلكيشن، حكينا الديس ادفانتج الرئيسيه اللي هي البرفورمانس. طيب كيف الايونيك حلت هاي المشكله؟ هم عملوا عده شغلات، من اهم الشغلات اللي عملوها انه الانيميشنز بتاعت الايونيك فريم ورك هي هاردوير اكسلريتد، يعني مش جافا سكريبت ومش سي اس اس عاديه، استخدموا شيء اسمه ترانزليت 3 دي واللي هو مباشره بنعمل له اكسكيوشن على الهاردوير، فالانيميشن عندهم سريعه جدا. برضه كمان شغله مهمه بالنسبه للويب ابلكيشنز، لما انت تعمل كثير دوم مانيبيوليشن هذا الشيء مكلف كوستلي بالنسبه للبرفورمانس، فهم حاولوا انهم يقللوا قدر الامكان من الدوم مانيبيوليشن. كمان في عندك شغله اسمها 300 ملي سكند في الويب سايتس او الابلكيشن، لما انت تكبس على اي لينك او بتون هو البراوزر بيستنى عليك 300 ملي سكند. ليش؟ اساس يعرف هل انت عملت فعلا كليك او سواب او سوايب او اي شيء اخر. فهم الشغله قدروا انهم يتخلصوا منها حطوها في الفريم ورك. عندنا بالنسبه للكستمايزيشن للايونيك فريم ورك، احنا حكينا انها مبنيه بالسي اس اس، فالكستمايزيشن تاعها سهل جدا، بس انت ممكن تعمل اديتنج للسي اس اس والساس تاعها. هاي بالنسبه للايونيك فريم ورك، بفضل اورجيكم ان اكشن كيف بتشتغل. نعم الساس اللي هي فريم ورك اون توب اوف سي اس اس، انت بتكتب شغلات وهي بتعملها كومبايليشن للسي اس اس، بتسهل عليك الديفلوبمنت للسي اس اس. اوكي مرحبا.
بعضكم راح اورجيكم كيف ممكن احنا بسهوله ممكن نبني ايونيك ابلكيشن يعطينا شيء جاهز تقدر تحمله شيء هيك. اوكي سامعيني هاي؟ شغال؟ مايك ثاني شغال؟ بدل ما هذا اسمع خلص اسمع اوكي سامعيني هيك؟ طيب هون انا راح ابني ايونيك ابلكيشن. طف الو الو اوكي الو سامعيني هيك؟ اوكي راح نبلش هون نعمل ايونيك ابلكيشن. راح نشوف كيف بسهوله ممكن انا اعمل ايونيك ابلكيشن. ابلش طبعا انا عامل انستليشن للايونيك والكوردوفا من قبل, هي بس اونلي وانس انت بتعمل لهم انستليشن. اوكي صمت. طيب اوكي هون راح ابلش في الكوماند اللي هي ايونيك ستارت, بعطيه اسم الابلكيشن اللي بدي ابنيه. ممكن اعطيه انا هون بلانك فراح يعمل لي بلانك ابلكيشن. ممكن اعطيه شغله ثانيه اللي هي تابس, فشو شو راح يعمل هون حاليا؟ راح يعمل لي ايونيك ابلكيشن وراح يحط لي فيه تابس جاهزين. وحاليا قاعد بعمل داونلود وست اب للابلكيشن. اوكي حاليا انا عملت كرييت للابلكيشن تاعي. هون حاليا انا راح بعد ما عملت كرييت للابلكيشن تاعي راح اشغله راح اشغله على البراوزر. اوكي هون لانه بس الشاشه مش عريضه كثير بس هو المفروض انه يحطهم جنب بعض. راح نشوف هون الابلكيشن اللي هو بنى لي اياه. هون الابلكيشن كيف بيشتغل على الاي او اس, بنى لي تابز جاهزين بس انا بكوماند وحده اعمل لي كل هاي الشغلات. وتحته راح نشوف كيف الابلكيشن بيظهر على الاندرويد. راح تلاحظوا شغله هون انه التابز راح تطلع عليها انه بالنسبه للاي او اس هي موجوده تحت بس بالنسبه للاندرويد فوق, وهذا كومن يو اي بالتو بلاتفورمز. يعني انت بدون ما تعمل شيء بس حطيت التابز هو تيك كير اوف اول هاي الشغلات. هاي الشغلات دمي بس احنا اللي بهمنا حاليا هو التابز. اوكي انا حاليا هاي بقدر امحيها بكل سهوله. اوكي كمان شغله هون راح نلاحظ شغله مهمه بالنسبه للموبايل ابلكيشن, اكثر شغله مهمه اللي هي الليست عاده, وهي اعطاني اكزامبل عليها. هنشوف هون كيف على الاي او اس. راح تلاحظ هون انه حط لك كلمه شاتس على الشمال, بينما بالنسبه اذا رحت على الاندرويد رحت على شاتس كبست على بنس بارو راح نلاحظ انه هو كمان بيختلف عن الاي او اس. حط بالنسبه للباك بوتون في اختلاف, وبالنسبه للبليسمنت تاع التكست هون حط لي اياه في الاي او اس بالنص, بالنسبه للاندرويد حط لي اياه على الشمال. خلصنا. هاي بالنسبة للديمو الابليكيشن. طبعا إذا بدنا نشوف نعمل ابليكيشن اوكي انا بس بدي اورجيكم الكود اللي عمله هو جنريشن. راح نشوف هون الاندكس تاع اتش تي ام ال اللي اعطاني اياه, هي عباره عن انجولار جي اس ابلكيشن عادي. هون في عندي دايركتيفز جاهزه من الايونيك, ايونيك ناف بار, ايونيك ناف فيو. بالنسبه للابلكيشن في عندي هون الابلكيشن تاعي هون بلشنا فيه في الاب دوت جي اس, وهون الراوتر تاعي. اوكي كنترولرز برضه هو اعطاني كنترولرز جاهزين وسيرفيسز جاهزين. عشان انا اورجيكم بزياده عن الايونيك ابلكيشن في شيء اسمه
هذا انجل رجاء اسود. انجل رجاء اسود. هي الايونيك فريم ورك مبنيه اون توب اوف انجولار، يعني انت لازم تستخدم الانجولار فيها عشان تستخدمها. اكيد لازم، اكيد. طب سمعت في علاقة بين الفون جاب والميكروفون؟ الكوردوفا والفون جاب، وكنت راح أجي عليها آخر إشي. هو بيسأل شو الفرق بين كوردوفا والفون جاب. هم بيسكروا نفس الإشي. هو البروجكت أول ما بلش اسمه فون جاب، فأجوا جماعة أدوبي شروه وسموه وأخذوه إلهم، والأصلي حولوه لإشي اسمه أباتشي كوردوفا وخلوه أوبن سورس. حاليا هم بيسكروا نفس الإشي، بس ما بتعرف جماعة الأدوبي في المستقبل ممكن يضيفوا شغلات. بس بالنسبة لأنه اللايسنس تاعت الكوردوفا أباتشي وفري، فأي أي فريمورك زي الأيونيك فريمورك رح تأخذ الكوردوفا وتبني أنت بفت، مش راح تاخذ الفون جاب. تمام، اوكي. هون في ابلكيشن نسميه كيتشن سينك، هو بس على اساس يورجي الاشياء اللي ممكن انت تعملها في الايونيك والاشياء الجاهزه. طبعا بالنسبه للاي او اس هون راح تشوف في عندنا شغلات الكومن يو اي باتنز، في عندك زي البوب اب، الاكشن شيت، مودلز. طبعا تشوف كيف البرفورمانس تاعها سريع جدا جدا. هون في عندي ليست فيو، اوكي. وهون في عندي بورجيني كيف انا الفورمز. بالاضافه لذلك في كمان ديزاين باترن يو اي باترن كثير مستخدم، واللي هو الدراورز اللي على الشمال برضه بعطيك اياه جاهز جدا، ما بتضطرش تعمل ولا شيء. لما نروح على الاندرويد لاحظ انه نفس الشيء مع شويه اختلافات. هون في عندنا الليست، برضه في عندي الدراور اللي على الشمال، نفس الشيء بالنسبه للفورمز. اذا ضل وقت بقدر اضيف شيء على الديمو. اوكي، خليني اشوف بس نشوف احنا وياكم شو كيف احنا بسهوله نقدر نضيف على الليست ساعتنا. حاليا هم اللي بدعمونا يونيك فريم ورك بس الاي او اس والاندرويد، ما بدعموش الويندوز فون لانه نسبه استخدامه بسيطه في العالم. اوكي، مش عارف مش عامل لي ريفرش هو. اوكي، فأنا خايف تاخذ الشغلة وقت طويل. اوكي، نوقف هون، واذا حد عنده اي سؤال تفضل. بالضبط، هي ما نسميهاش اكسبورت. انت اول شيء بتعمل كرييت الابلكيشن، بتضيف بلاتفورم الاي او اس والاندرويد عليه، وبتعمل بيلد لكل وحده. يعني بتعمل بيلد للاي او اس وبتعمل بيلد للاندرويد، اللي النتيجه من البيلد انت بتاخذها بتعملها ديستريبيوشن على الاب ستور. اذا في خطا في البيلد راح يحكي لك انه في خطا في البيلد. يعني اوكي، استخدم هذا الزمن. اوكي، انا سامعك عشان لا اي اجهزه تكون تعرف اصلا هذا الشيء. يعني هو المفروض انه لا، هو المفروض انه بيدعم اللي يعني الاندرويد لفيرجن 4.2.1 مدعوم، فيش عندك مشكله فيها بالنسبه للاندرويد. الاي او اس اعتقد انه اي او اس 6 او 7 وابوف. ثيوريتيكلي يس، الكوردوفا بتدعم لك اي بلاتفورم، الكوردوفا نفسها، بس الايونيك فريم ورك اللي هم مدعمينه حاليا بس الاي او اس والاندرويد. اها، الديفلوبمنت انفايرمنت اذا بدك انت تعمل بيلد لاي او اس لازم يكون عندك ماك، بس كديفلوبمنت بس تكتب الكود ما بلزمك. لا
تفضل. بالضبط. فهو ثيوريتيكلي انه المفروض انه 100% بدعم، انت بتضطرش تكتب بس تكتب سنجل كود بيس HTML CSS جافا سكريبت، بس فعليا انت لانه هون عندك سفاري وهون عندك كروم، فاذا في اي اختلافات بينهم فلازم تتعالج هاي الاختلافات، لازم تتعالجها. مظبوط صحيح. بدك تعمل زي ما حكى لك على التستينج، بدك تعمل تست على iOS، تعمل تست على اندرويد، بس حاليا يعني الكرنت ستيت للسفاري والكروم هم قريبين جدا على بعض. بتقدر اي شيء مختلف بينهم تروح على canius.com وتشوف الفيتشر اللي بدك اياها وشو الدعم تاعها. أكيد، ما هي أنجولر في النهاية لا أكثر ولا أقل، بس هم عملوا لك دايركتيفز جاهزة وشوية يو آي وسي أس أس. تفضل. في إمكانية بس مش عن طريق الأيونيك، يعني أنت بس بتستخدم الكوردوفا، بتأخذ الكود زي ما هو بتعمل له كوبي بيست وبتحطه جوا كوردوفا أبليكيشن بيشتغل، فيش عندك مشكلة. التايتانيوم إشي مختلف. التايتانيوم انت بتتعلم فريم ورك جديده وبتبني كود في بتكتب كود جافا سكريبت وهو بيعمل لك اياها كومبايليشن لناتيف، ونحن ما بنعملش كومبايليشن لناتيف، احنا هون بنعمل السي اس اس والاتش تي ام ال تاعك، هو بيعطيك ويب ابلكيشن مشابه للناتيف. بس هو ويب، لا مش ناتيف، هو ويب بالضبط، بس البرفورمانس تاعه منيح جدا. حجم الابلكيشن مش كبير بالمره، يعني شو بده يكون حجم الابلكيشن تاعك لما انت حاطط شويه ملفات اتش تي ام ال سي اس اس وجافا سكريبت؟ النيتف ابلكيشن نفسه الفاضي محطوط مع عليه ويب فيو وشويه الكود تاعك، فبالنسبه للسايز مش عارف بالضبط بس مش كبير. لا اوكي تمام. اسف يمكنني انه عادة زي ما حكوا الشباب في الانجولر جي اس انه زمان كنت انت تحط الفايلات عندك على السيرفر وهو يعملها داونلود. بالنسبه للويب ابلكيشن مظبوط هذا الشيء موجود، بس اللي بيختلف في الكوردوفا انه نفس السورس فايلز تاعينك ما بتجيبهم من السيرفر، هم بيكونوا جوا الابلكيشن تاعك. في امكانيه بس ليش بدك تغلب حالك؟ ممكن تعمل عدل بدون ما تعمل ما. مزبوط صح، ممكن بس ساعتها انت بتخسر البرفورمانس هيك. بالضبط. سنجل كود بيس هيك المفروض صح. بس هلا التارجت بلاتفورم بتقدر تحصل عن طريق الويب عكس لان الباك كود يعني هو كود واحد، ممكن يكون في مثلا برانشنج في مكان معين مظبوط. انت فكر انك انت بتعمل ديفلوبمنت لتو براوزرز مختلفين، لسفاري ولكروم، بتعمل تيست هون بتعمل تيست هون، اذا طلع شيء مختلف ممكن انت تحط شيء زي اف ستيتمنت، هاي ممكن. بس في شيء كمان احسن من هيك، شيء بسموه ميرجز في الكوردوفا، بحيث انك انت اذا حطيت اي فايل جوا الميرجز بتحطوا فايلز واحد للاندرويد واحد للاي او اس، فاذا هو البلاتفورم اي او اس باخذ هذا الفايل واذا البلاتفورم اندرويد باخذ هذا الفايل. بالضبط. ايفنتس بعون الجافا سكريبت تكون موجودين في الدوكيومنتيشن تبعت البوتستراب زي هون. فعليا هاي الايفنتس وهي الميثودز تبعهم. And then desktop. So yeah. Very snappy, very very cool interaction designs. You can see like ripple effect لما تضغط على شغلة.